في مرمى الدحيل الهدف الأجمل في الجولة الماضية في آسيا من بداية العام الماضي، وهو يدرب الخليج. لدينا انطلاق لماني، الكرة العرضية تذهب بعيدة إلى رمي. من المباريات التي عطلت النصر هو مبكر الآن بذات الطريقة، يتقدم الآن محاولة وفرصة والتغطية حضرت سريعة. النصراوي محاولة، كريستيانو يستقبل الأولى والثانية والكرة باتجاه القمة. كريستيانو رونالدو هداف الدوري حتى الآن ب 11 هدف. ريوري هكذا يتحدثون الآن. لدينا محاولة وكرة ماني. مباراة مرتقبة في الجولة 13 القادمة عبر لهذه الدرجة. حالة تسلل في اللحظة أن يضرب الآن الكرة في أحضان مروان الحيدري. حيدري حارس للشباب، خطورتها ما زالت قائمة وبالكعب لناري وعالية والإبعاد، انتظار لرفع راية فعلا وهي حاضرة في هذه الصورة. مبكرا حتى يحسب، هل يحسب الآن؟ الحيدري مروان ينقذ الموقف والتقدم. الله على المهارة، لكن المرتدة الآن حاضرة. الله على الانطلاقة، وهنا ماذا تم دون الآن؟ الدون ذكية لكنها تبعد، كانت الفكرة ذكية. يستمر مع سالونيكا لاعب لهامبورغ وبروسيا دورتموند وباير. لا يقترب. الله يا ناري، وعلى العرضية لكن فيها رأي. لدى فابيو مارتينيز لمسة مثالية بالتحرك لإيفو رودريغيز، يسدد تصطاد، عادت خطورتها الكرة. الله، ومرة أخرى أيضا راية عادت لغريب يمرر للدور وتسديداته. التمرير، التهديف، الله، هذا ما يحدث عندما ترى كريستيانو رونالدو. الدور دور الأفراد، دور الأفراد، صفقي يا سيدي صفقي. هكذا يأتي كريستيانو رونالدو لإسعادك وإسعاد النصر. ولديك إيفو رودريغيز، ولديك إيمانويل بيدرو، ولديك غالي. كرة تصل من جديد، لمسة، مباراة ممتعة وتسديدة باليسرى ذهبت من المصري محمد شريف. الكرة في النهاية. لابورت، الله على كرة أرسلت من رولدوفيتش في غاية الجمال والروعة. الجميلة عند أوتافيو، لمسة إلى ماني، يتقدم ساديو، وقوع على محمد شريف. جميلة. الله، لكن أيضا كان محمد، وما زال فابيو موجود. هي إذا مستمرة محاولة. والله هذا ما يحدث عندما ترى كريستيانو رونالدو في هذا المكان، إذ يسجل الأربعة الأخيرة. يا تاليسكا، واحدة من المباريات التي انتقدت أمام علي الحسن، عادت الكرة سهلة في أحضان نواف العديد. لم تكن قوية، لم تكن في، يمر من غريب عندنا انطلاقة للهجوم المرتد وتغطية كان، ويتقدم وينجح في المرور وطلب للكرة من هذا. النصر الآن يحاول من جديد للتقدم ولديه فرصة. الكرة في حالة تسلل على هجوم النصر من جديد. محاولة الله، جميلة بصراحة، انطلاقة حلوة. أو تيليكس الآن يرسل كرة وجميلة، والثاني نعم. الله،
ماني، ساديو ماني، هذه الكرة العرضية اللي أجوال أجوال أجوال. محمد شريف نجاح في العودة والإبعاد من علي الحسن أمام المصري الدولي محمد شريف. فتقرير اللجنة الأولمبية مشيرين الآن الكرة أمام ماني، هذه الكرة وهكذا أبعدت من بروزوفيتش وأوتافيو وكريستيانو رونالدو. يتقدم الآن ويفك الله ويسر، يرسل عرضية عالية، عودة من فابيو من أمام العمري، تصديد الكرة وصلت في الدوري، محاولة قائمة والكرة خطيرة، الله على نواف العقيد. فوز سيكون التاسع تاريخيا للنصر، إدامة إدامة يا والله حلوة، كرواتية برتغالية سنغالية، يا سلام الله على الحيدري. لكن هناك راية قد كان صانع امجادا للتعاون، كرة من جديد compounds the misery at Main Road. What happened next? What did happen? Broke the hearts of Manchester City. 4-0.